مساء الخير من القاهرة والناس، نشرة إخبارية جديدة، إليكم أبرز عناوينها. الرئيس يوجه الحكومة بدراسة رفع الحد الأدنى للعلاوات. مصر تتضامن مع لندن وتحذر من الإسلاموفوبيا. مقتل 3 تكفيريين وتدمير نفق جديد بسيناء. العالمية لعلماء المسلمين، إعلام قطر مدرسة للإرهاب. وإليكم تفاصيل النشرة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لدراسة ومراجعة رفع الحد الأدنى للزيادة المقررة في الأجور والمعاشات، وذلك بالتنسيق مع مجلس النواب. كان عمرو الجرحي وزير المالية قد أعلن أنه سيتم صرف العلاوة الدورية وغلاء المعيشة للعاملين بالدولة في 20 من الشهر المقبل مع راتب شهر يوليو، مؤكدا أنه تمت مناقشة زيادات العلاوة الدورية والاستثنائية والمعاشات والموافقة عليها من قبل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. على جانب آخر، أعلن الدكتور علي المصلحي وزير التموين أن هناك أكثر من 2 مليون بطاقة تم تحديثها خلال الفترة السابقة، مشيرا إلى موافقة الحكومة على مد المهلة لاستكمال تحديث البيانات واستقبال طلبات بدل الفاقد والتالف حتى 15 يوليو المقبل لتعويض أجازة عيد الفطر المبارك. وأكد وزير التموين على استمرار طرح السلع الرئيسية من اللحوم والدواجن والأسماك بالمجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى كعك العيد. القاهرة تتضامن مع لندن وتحذر من الإسلاموفوبيا. فقد أدانت الخارجية بشدة حادث الدهس الذي شهدته العاصمة البريطانية، واستهدف المصلين بأحد المساجد في منطقة فانسبري بارك. فجددت الخارجية التأكيد على رفض مصر لكل أشكال الإرهاب وترويع الآمنين والتمييز بين الأشخاص على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد، محذرة من ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تبث سموم الفتنة والانقسام بما يقوض دعائم التعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، مجددة الدعوة في بيانها لتكاتف المجتمع الدولي ووقوفه صفا واحدا في مواجهة الإرهاب. قوتنا المسلحة تواصل توجيه ضرباتها ضد الإرهاب. فقد أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث العسكري عن نجاح قوات إنفاذ القانون بسيناء في القضاء على 3 عناصر تكفيرية والقبض على 23 آخرين مشتبه بهم، فضلا عن اكتشاف وتدمير جسم نفق رئيسي داخل أحد المنازل بمدينة رفح. على جانب آخر، أعلن اتحاد قبائل سيناء عن إحباط محاولة تهريب رؤوس صواريخ في لفائف مخدر البانجو، مشيرا عبر صفحته على فيسبوك إلى أن رؤوس الصواريخ كانت في طريقها إلى تنظيم داعش الإرهابي. قطر إمارة الإرهاب. فقد أكدت الهيئة العالمية للعلماء المسلمين برابطة العالم الإسلامي أن الإعلام القطري يصدر نظريات التطرف والعنف والتكفير وتخرج من مدرسته قادة داعش والقاعدة ومن هم على شاكلتهم. واستنكرت الهيئة في بيان لها جرأة الإعلام القطري على أعراض كبار علماء الأمة لتؤكد بأنها يعبر عن آلية إعلامية مسخرة لخدمة التطرف والإرهاب. في سياق متصل، أعلنت حملة مقاطعة قطر التي أطلقها الشباب العربية عن تحقيق رقما قياسيا جديدا بعدما وصلت إلى 400,000 توقيع خلال أسبوع من إطلاق الموقع الرسمي للحملة، موضحة في تقرير لها أن مصر متصدرة لأعلى نسبة تصويت وجمع توقيعات بنسبة زادت عن 18%، وجاءت في الترتيب الثاني السعودية بنسبة قريبة لها، فيما حلت الإمارات بالمركز الثالث. إلى هنا انتهت نشرتنا، ألقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.